موقع. رسالتي إلى أبنائي من فرسان الكشافة في كل مكان وموقع، يجب أن لا يتوقف تأثيرنا، فالشباب اليوم في العديد من البلدان يواجهون تحديات صعبة في مجتمعاتهم المحلية بسبب انتشار مرض الكورونا. لقد أغلقت المدارس والهيئات والأندية وأوقفت أنشطة الكشافة مؤقتا، ومن المهم جدا أن يبقى الكشافون والشباب آمنين سالمين بتجنب الأماكن الموبوءة والأماكن المزدحمة، والحرص على الاستماع إلى نصائح وتوجيهات وزارات الصحة في دولهم، ويجب أن لا يتوقف نشاطنا وإنما نمارس عملنا الكشفي من خلال أيضا إنشاء صداقات جديدة. بالأمس اختتمنا النسخة الخاصة من الجوتي التي توفر لنا فضاء آمنا وتربط الكشافين العرب في جميع أنحاء العالم بعضهم في بعض، في الوقت الذي يظل الكثير منا في بيوتهم غير قادرين على الذهاب إلى أعمالهم أو إلى مدارسهم أو ممارسة الأنشطة الكشفية. يجب علينا الاستمتاع بالمشاركة في أنشطة مختلفة من خلال دورات التعلم الإلكتروني عن الصحة والرفاه والأمن الإلكتروني، وكذلك التعلم عن ثقافات جديدة ومختلفة. كما يجب أن نستمتع بالألعاب وقيادة أنشطة ترفيهية فضلا عن القيام بتبادل الخبرات حول دعم المحتاجين في العالم. دعونا نتكاتف ونحمي بعضنا البعض وندعم أصدقائنا ونجعل هذا العالم أكثر إشراقا. كانت هذه النسخة الخاصة من أكبر ملتقى رقمي لدينا، جوتا جوتي، التي ينظم كل عام في أكتوبر تشرين الأول. كما يمكنكم الاستمتاع بجوتي جوتي في شهر أكتوبر كالعادة، لكن هذه النسخة الخاصة سمحت للجميع بالتواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة وممارسة الكشفية على الإنترنت وبناء صداقات جديدة من بيوتنا المريحة في هذه الأوقات الصعبة والحرجة التي نحتاج فيها أكثر إلى بعضنا البعض. نحن الكشافون صامدون ودائما مستعدون، فلنحول معا هذه الأوقات الصعبة إلى فرص، ونجمع ملايين الكشافة حول العالم في فضاء آمن للجميع. وفي النهاية أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه القمة وهذه الأزمة عن جميع دول العالم، وأن نلتقي قريبا في ملتقيات ومنتديات للكشافة. أخوكم رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبد